الميليشيات تحولت إلى نقطة محورية في البحث عن حل للصراع الليبي الليبي، وما وضعها تحت دائرة الضوء مؤخرا وبشكل كبير هي تصريحات لوزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي بشاغة، الذي أعلن أن طرابلس تريد تفكيك الجماعات المسلحة أينما وجدت للقضاء على ما وصفه بالإجرام المنظم الذي تغلغل ومد جذوره لدرجة أصبح يهدد رجال الشرطة والأمن. اللافت في تصريحات بشاغة هو إقراره بوجود ميليشيات في مناطق نفوذ حكومة الوفاق، قال إنها تهدد وتعتدي على الشرطي والمرافق والوزير حسب تعبيره، مؤكدا عزم الدولة على تفكيك هذه الميليشيات والإجرام المنظم الذي تغلغل وفق تصريحه ومد جذوره ليهدد رجال الشرطة والأمن ورجال الجيش الحقيقيين. وكذلك مخاطر عودة الدكتاتورية، وكذلك عندنا مخاطر أخرى اللي هي ما يسمى بالميليشيات. يعني نفرق هنا، اللي نتكلم اليوم ما الفرق بين الميليشيا والكتيبة والقوة الإنسانية. الميليشيا واللي هي دائما نقول ميليشيا هي من تعتدي على القانون، هي من تحاول أن تعتدي على مؤسسات الدولة، هي من تعرقل الدولة، هي من استغلت انضمامها الى جهاز امني او جهاز شرطي واصبحت لا تتطيب بالقانون والاجراءات وتظلم الناس وتخطف وتقتل. لكن الوزير الليبي شدد أيضا على أن الميليشيات موجودة في كل ليبيا وليس فقط في مصراتة أو الزاوية فقط، بل إنها تنتشر بأشكالها القبلية أو العائلية أو حتى الأيديولوجية في المنطقة الشرقية، متهما قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر بأنه يأوي ميليشيات قامت بقتل النائبة سهام سرقوة ورمت جثثا في الشوارع ونبشت قبورا، متسائلا ما الفرق بينها وبين غيرها من الجماعات المسلحة. كما أشار بشاغة إلى أن جهاز المخابرات الليبية لم يعد موثوقا به بعدما تسللت إليه ميليشيا تمثل شارعا واحدا على حد قوله. على الجبهة المقابلة اتهم الجيش الليبي حكومة الوفاق بتلقي أسلحة ومعدات عسكرية من تركيا عن طريق ميناء مصراتة البحرية، موضحا عن طريق الناطق الرسمي باسمه أحمد المسماري أن هذا الدعم يقدم للميليشيات بشكل علني أمام المجتمع الدولي، وهو يعد اختراقا للهدنة المعلنة في المنطقة الغربية، محذرا من أن الجيش الليبي لم يرد حتى الساعة إلا أنه يتابع ويقيم الموقف والتطورات على مدار الساعة. اتهامات بنغازي لطرابلس بالحصول على أسلحة تركية تصل ليد الميليشيات ترافقت مع نفيها لتلقي مساعدات عسكرية روسية، وهو ما يراه مراقبون على أنه تقاذف للتهم دون رغبة من أي من طرفي الصراع بالجلوس والتحاور بشفافية ووضوح، يكفلان فتح باب حل سلمي جدي وحقيقي للأزمة الليبية.